الحقيقة هيئة الرقابة الإدارية بتواصل مجهوداتها. كشفت عن شبكة دولية للإتجار بالبشر ضمت 20 متهم من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية، اتورطوا في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات. يعني هم بيشوفوا السيدات اللي محتاجة وبيمارسوا عليهم ضغوط للاشتراك في أعمال منافية للأداب، جلب مخدرات من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على العملاء اللي بيتعاملوا معاهم من الشباب. هاتفيا معايا الأستاذ مصطفى حربي، المحرر الأمني بجريدة الدستور. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك طبعا، وحضرتك طبعا انت النهارده بتناقشي ملف طبعا بيهم المجتمع الدولي كله. أكيد. هيئة الرقابة الإدارية بقى لها فترة طبعا بتحارب الموضوع دون، هي طبعا وجهزة الأمن، جهاز الأمن الوطني طبعا وجهاز الأمن العام، وطبعا قعدوا فترة عمل تحريات على المتهمين طبعا، وتم ضبطهم النهاردة 20 متهم. طبعا في ارتعات طبعا دلوقتي، وفي منهم من ضمن المتهمين مطربة طبعا، مطربة مغمورة طبعا. مطربة مغمورة؟ طبعا حسب البيان اللي جه النهارده من هيئه الرقابه الاداريه. دي متهمه بايه بقى؟ كانت اتجار ولا ترويج اعضاء بشريه، ولا كانت متهمه بايه؟ ايه التهمه الموجهه لها؟ من ضمن المتهمين طبعا هم لو شو متهم طبعا سر التحقيقات طبعا حضرتك عشان سر التحقيقات اكيد. ولسه في متهمين طبعا كان تم تتبعهم ومراقبتهم، وتم اصدار اذن طبعا نيابة الأموال العامة، وتم ضبطهم النهاردة. احنا بس احنا عايزين بنطمن الناس ان هيئة الرقابة الإدارية أي حد بيحاول ينس أمن البلد فهي طبعا هتتصدى طبعا وهيتم ضبطه. فملف تجارة الأعضاء ده يعني ملف حضرتك يعني المجتمع الدولي كله. يعني الحقيقة ده شيء خطر، لأنه ده بيكون سبب من أسباب خطف الأطفال وكل الحوادث اللي بنشوفها والتكاتك اللي بتخطف ناس، كل ده عشان الاتجار بالاعضاء يعني في النهايه. طبعا بعد حضرتك طبعا بعد عمل التحريات واصدار الاذن طبعا تم ضبطهم من منطقه المهندسين احد القضاء طبعا اللي هم طبعا حضرتك بينسقوا بيتقابلوا فيها، وتم ضبطهم وتم ضبط كميه كبيره من المخدرات طبعا بحكم التامين. طبعا كانوا بيحاولوا حضرتك طبعا لسه جهاز ترويجها وكده، وتم ضبطهم. وطبعا هو بيقوموا واكيد هم اكتر من 20، يعني هي اكيد شبكه كبيره. بس اكيد هو حضرتك البيان النهارده هم تم ضبط 20، فطبعا هيئه الرقابه طبعا لسه هيطلع اكتر. لسه طبعا يعني عسير التحقيقات طبعا هيتم هيظهر حاجات تانية. بشكر حضرتك.